احنا كفلسطينيين بالرغم من قربنا من بعض لكن ما بنعرف جميع الكرة. عشان هيك حبيت احكي عن قريتي سرطة، واستعنت بجارتي ام محمد لتحكي لنا كمان عن القرية. بكينا نروح على المغاسل غود غود، بكت بكاش لا مستعمرات ولا بك يهود ولا بك في شيء من مرة. دار مسرح بكت في عيلي ودار حسين عيلي برضو قديمة هذيك. سألتها عن معصرة الزيتون الموجودة في دار حسين. عجال حجر كبار ندرس الزيتون زي تقول هيك يضل يفرفر عليه. من ضمن أسئلتي، ليش سمينا جبل الشيخ بهذا الاسم؟ هذا بكى ولي زمان بكى فيه ولي هناك، حتى بكى يمرك وصلوا له وصلوا ما شاء الله. اليوم صارت كبرت وتوسعت وتعليم فيها ما شاء الله، وشبابها كلهم متعلم، اللي محامية واللي مهندسين واللي دكاترة ما شاء الله. أنا صارت اليوم توسعت. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي،